أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم من جديد. أتمت مدينة أسوان لاستعداداتها لاستضافة فعاليات ملتقى الشباب العربي والأفريقي اللي بينطلق خلال الفترة من 16 ل 18 مارس الحالي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بيأتي الملتقى تنفيذا لتوصيات منتدى شباب العالم اللي عقد في نسخته الثانية في نوفمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ، اللي نصت على إقامة ملتقى للشباب العربي الأفريقي بمدينة أسوان. عشان نتكلم أكتر عن المؤتمر يشرفنا أن يكون معنا الكاتب الصحفي أستاذ سعيد زنهم، رئيس تحرير جريدة الأمة. سعيد بيه، أهلا بسيادتك يا فندم. أهلا. سعيد بيه، في البداية أهمية مؤتمرات الشباب من وجهة نظر سيادتك. الحقيقه ان الرئيس السيسي منذ قدومه وهو يعني تبنى فكره انه يضع الشباب في مواجهه التحديات. يعني ايه يضع الشباب في مواجهه التحديات؟ يعني انا هعمل مؤتمرات للشباب، نستمع للشباب وافكار الشباب. تعرف الشباب في مصر بيشكلوا حوالي 60% من عدد السكان. الشاب كان بيقعد ما بيعملش حاجه، قاعد ينتقد، قاعد قدام الفيسبوك وتويتر، يسمع كلام، يسمع افكار، مش عارف حجم التحديات ولا حجم الانجازات ولا حجم المشروعات اللي الدوله بتعملها. الحقيقه ان الرئيس السيسي يعني بيتبنى هذا الاتجاه، ده اتجاه عالمي، اشراك الشباب في صنع القرار. وشفت حضرتك كم مؤتمر اتعملوا في اسكندريه وشرم واسوان. الحقيقه يعني هذه المؤتمرات فيها جلسات استماع الى الشباب وافكار الشباب. الحقيقه ما بنستمعش بس الى افكار الشباب، الحقيقه في عندنا لجان بتنبثق عن كل مؤتمر. كل مهمه هذه اللجان هي صياغه هذه الافكار وهذه الرؤى وهذه الاطروحات الى ازاي تفعل بقى؟ تفعل على ارض الواقع. ما انا اقول لك هي بتاخد هذه الافكار وتحولها الى يعني مشروعات ملموسه على ارض الواقع. عايز اقول لحضرتك ان مفيش رئيس جه قبل الرئيس السيسي الحقيقه كان بيقعد مع الشباب من الصبح الساعه 7 لحد الساعه 8 بالليل والساعه 9 بالليل، يستمع الى كل مناقشات الشباب، بيسمع لهم كويس قوي. قاعد هو الحقيقه بيستمع بكل جوارحه، قاعد بيستمع. بقول لحضرتك قاعد بيستمع لكل افكار الشباب. انت عارف الافكار دي مهمه جدا. هم كانوا مهمشين في الاول عشان نكون واضحين، يعني هو كانوا مهمشين جدا، ما كانوش مهمشين بس. هو احنا كان في زمان فكره اعداد القاده، وده طبعا احنا عندنا الوقت الاكاديميه تبع الرئاسه لتأهيل الشباب اللي هتخرج، خرجت لنا بالفعل دفعتين او ثلاثه، منهم من تولى نائب منصب نائب وزير، وفي نواب محافظين، وانت عارف ده احنا بنصنع يعني ايه. كان عندنا بس الاول، احنا كان عندنا مستوى اول بس من المسؤولين، ما فيش عندنا مستوى ثاني ولا مستوى ثالث من القاده، ما فيش. احنا كان عندنا من فوق خلاص، ما فيش حاجه. يبقى بندور على وزير، مش لاقيين وزير، بندور على محافظ، ما فيش محافظ. احنا دلوقتي عندنا أكاديمية تأهيل الشباب دي الحقيقة اللي تابعة رئيس الجمهورية، أدخل لنا نواب محافظين، نواب وزراء. هو كان بيحصل تبديل زي الشطرنج من حقيبة لحقيبة، لكن ما كانش في صف تاني. بالظبط، احنا دلوقتي بنعمل صف تاني. دلوقتي احنا بنأهل الشباب عشان يكون يقودوا يقدر يقود في مناصب عليا يعني. بالظبط. أنت حضرتك شفت إن مؤتمرات الشباب اللي فاتت اهتمت بالمرأة، وشفنا كان في مناقشات كتير حوالين تمثيل المرأة، وشفنا ده، وشفنا ان شاء الله في التعديلات الدستوريه القادمه هيبقى فيه 25% للمراه في البرلمان. عامل المراه، شفنا عامل المراه ده برضو كان نتيجه مؤتمرات الشباب وافكار وتوصيات مؤتمرات الشباب. شفنا ذوي الاعاقه ومتحد الاعاقه، شفناهم لهم عام كامل متحد الاعاقه الحقيقه، وده كان حاجه ما كانتش موجوده قبل كده. بقوا يعني فيها خمس وزارات بيشتغلوا على المعاقين دلوقتي، وخدوا الحقيقه يعني حقهم، وبياخدوا حقهم لحد دلوقتي. ما كانوا مهمشين، ما كانش حد بيهتم بيهم. الشباب ايضا كانوا مهمشين، ما كانش حد بيهتم بيهم. دلوقتي بقى في مؤتمرات سنويه حضرها الرئيس، وفيها في كل مؤتمر في جزء خاص اسمه اسال الرئيس. اسال الرئيس يعني قول عندك، اعرض مشاكلك، وبياخد برايهم كمان، واسال الرئيس شوف الدوله فين،
ايه مشاكل الدولة، الدولة بتعمل مشروعات ايه، بتعمل انجازات ايه خفية. انا كنت الحقيقة بعيب على الاعلام بتاعنا انه ما يواكبش الحقيقة الـ 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 الانجازات اللي اتحققت في عهد الرئيس السيسي. لكن اعتقد ان الشهرين ثلاثة اللي فاتوا بدأ الاعلام يصحى شوية هي، وبدأ ينشر هذه الانجازات وهذه المعجزات اللي اتحققت بصراحة، واحنا مش حاسين الحقيقة، الناس ما كانتش حاسة بحجم هذه المشروعات الكبيرة الضخمة والمشروعات القومية والاستراتيجية. يمكن عشان سيادة الرئيس بيشتغل في هدوء، يعني ما بيحبش يعمل دعاية، بيشتغل في صمت. ما هو اللي بيشتغل ما بيتكلمش يا استاذ عادل، واللي بيتكلم ما بيشتغلش حقيقة. فاحنا احنا عايزين برضو انجازات الرئيس تبان للناس، لان دي رسالة تطمين للناس، يعني الجاي احسن، البلد ماشيه، البلد ماشيه كويسه، البلد ماشيه مضبوطه. احنا بنواجه حروب كتير يا استاذ عادل، بنواجه حروب الارهاب، بنواجه حروب الفساد، بنواجه الجماعات المتطرفه، الجماعات الارهابيه اللي بتنشر سمومها وشائعاتها في كل لحظه وحين، مستخدمه وسائل التواصل الاجتماعي، عارف، بتقنيه وبمهاره عاليه جدا. كل يوم في اخرهم شائعات البابا طرادروس، خلاص البابا طرادروس، المجمع الكنسي المقدس نفاها من شويه. يعني انت بتواجه، يعني ما هو اخطر من الارهاب؟ بتواجه حرب شائعات ضخمه جدا بتكسر عظم الناس، وبتحاول تكسر عظم الناس، وبتحاول تفرمل عجله التقدم والتنميه. الناس حقيقه في ناس كتير بتعاني بسبب ارتفاع الاسعار، لكن ده كل الدول عانت. يعني المانيا قعدت 7 سنين تاكل بطاطا عشان تبقى المانيا، يعني المانيا عاشت 7 سنين على البطاطس عشان تبقى المانيا. يعني احنا دول كتير زي الصين، دول كتير يعني قفلت على نفسها واستحملت وطلعت في شكل ارتفاع عالمي على مستوى العالم في الاسعار. بالظبط بالظبط. ما هو احنا يعني الناس مش عارفه ان احنا كنا، كان يعني الرئيس السيسي استلم البلد خربانه وهلهله، مفيش عندك بنية أساسية. بنية أساسية دي مكلفة جدا، يعني المرافق، وكتر خيره نستلم بصراحة. يعني يعني انت عارف يا استاذ عادل، يعني الصرف الصحي ومشروعات المية ومشروعات الطرق دي بتكلف مئات المليارات، مئات فعلا. يعني انت كان عندك بنية معمولة، بنية تحتية معمولة ل 30 مليون مواطن، 30 مليون مواطن بقوا 105 مليون مواطن. هل تعتقد ان المرافق اللي كانت يعني معمولة عشان 30 مليون مواطن تصلح انها ل 105 مليون مواطن دلوقتي 3-4 أضعاف؟ يعني لا طبعا، بقت مهلهلة، بقت خربانة مش مهلهلة، لا تصلح. لازم بنعمل بنية جديدة، بنعمل بنية جديدة في الطرق، بنعمل بنية جديدة في الصرف، بنعمل بنية جديدة في المية، بنعمل بنية جديدة بنوصل الغاز الطبيعي لكل الناس في الريف والمدن. الحقيقة يعني المؤتمر الشباب زي ما قلت لحضرتك، ومؤتمرات الشباب هي عبارة عن مؤتمرات عصف ذهني، عصف ذهني، بنطلع بأفكار، بنطلع برؤى، بنحط الشباب قدام التحديات بشفافية، بنخليه هو يقترح الحلول، يقترح وبعدين احنا بنصيغ هذه الحلول في شكل استراتيجية قصيرة المدى جدا، بنحولها لمشروعات على أرض الواقع. فأنا شايف إن هذه مثل هذه المؤتمرات مهمة وضرورية، ويجب أن لا تنقطع نهائي حتى نتخلص من كل المشكلات التي تواجه المجتمع المصري. يعني عرضاً على بدء بقى، إحنا كلمنا عن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي التي تتواكب مع هذا المؤتمر، هذا الملتقى العربي الأفريقي. الحقيقة إحنا حضرتك عارف ان احنا في 2013 جمدت عضويتنا في الاتحاد الافريقي، ده حقيقي، بعد ما طلعت الجماعات الارهابيه الحقيقه، وقال لك في انقلاب وفي مش عارف ايه، والكلام الكلام اللي احنا سمعناه، وجمدوا عضويتنا، كلام ساذج يعني. بعد 6 سنين تعود مصر الى رئاسه الاتحاد الافريقي، ده انجاز ضخم جدا. بعد 6 سنين تعود مصر الى رياده وقياده القاره السمراء، ده انجاز ضخم جدا الحقيقه. احنا مهمتنا بقى في افريقيا شاقه جدا الحقيقه. افريقيا تعاني الويلات، تعاني الجوع، تعاني الفقر، تعاني الارهاب. احنا في من ضمن الموضوعات اللي هنناقشها الملتقى الشباب الافريقي العربي الافريقي في اسوان، حاجه خاصه بدول الساحل،
دول الساحل اللي هم 10 دول: السنغال، بوركينا فاسو، موريتانيا، الجزائر، النيجر، مالي، السودان، والسودان كل ممنوع على السواحل. هم لا، هو شريط كده طوله حوالي 5400 كيلو، هم 10 دول الحقيقه. يعني منهم نيجيريا داخله ضمن دول الساحل دي. طبعا هذه الدول تعاني، هذا الشريط تحديدا في 18 مليون مواطن بيعانوا الجوع والفقر. جوع والفقر. بيحصل فيه مجاعات، في ازمات، في تصحر، لان المناخ ده مناخ قاري، كله عباره عن هضاب وجبال. ويعني الحقيقه هذا الشريط اللي بيمتد من المحيط الاطلسي حتى المحيط الهندي، من السنغال حتى اريتريا، الحقيقه محتاج كان يعني ملعب للجماعات الارهابيه وقطاع الطرق واللصوص وجماعات ومنظمات غسيل الاموال، بدخلوا مخدرات فيه الحقيقه، وكل وسلاح وكل ما تخيلوا. هذا الجزء بالذات بيمثل اهميه خاصه لمصر، لانه هو يعتبر في امتداد الامن، منطقه الامن القومي المصري. طبعا هو يعني هو يعتبر شريط كده وبيحدنا من الجنوب الحقيقه. وهذا الشريط الحقيقه لو شفت حضرتك دايما الجماعات الارهابيه بتسلل من ناحيه شاد كده، من جنوب ليبيا في هذا المثلث، ليبيا، السودان، مصر. هذا المثلث يعني احنا الحقيقه يعني في عندنا قوات كثيره في هذه المنطقه الحدوديه الحقيقه، لان هذه الجماعات تاتي اما من نيجيريا وتسمى بوكو حرام، هي جماعات متطرفه، جماعات ارهابيه بتمارس نفس الفكر، شباب في الصومال يعني. بالظبط، وجماعه الشباب اللي هي الصوماليه. احنا همسه تونا على الجزء ده بتاع القرن الافريقي ده كويس جدا الحقيقه. لكن عايز اقول لحضرتك ان احنا يجب ان نساعد هذه الدول، يجب ان نمدها بالافكار الخاصه بالتنميه. يعني احنا عندنا تجارب تنمويه عظيمه جدا، عندنا تجارب وعندنا خبرات في مكافحه الارهاب. احنا لازم نفيد الدول دي في هذه الجزئيه. لازم يعني نحول يعني افريقيا من قاره مظلمه الى قاره مضيئه، وده هيكون دور صعب جدا لمصر. انت عارف ان احنا لنا تاثير كبير جدا في افريقيا، سواء كان من خلال القوى الناعمه زي الكنيسه وزي الازهر. الحقيقه الكنيسه لها شغل كويس جدا، ولها مكانة ولها قدسية، ولها الحقيقة في قلوب الأفارقة المسيحيين، سواء كان في إثيوبيا أو غيرها من دول أفريقيا الحقيقة. والكنيسة لعبت الحقيقة على خلال العقود الماضية دور كبير جدا في يعني احتضان الأفارقة الحقيقة، وكان لنا للكنيسة المصرية الفضل على الشعوب الأفريقية الحقيقة في فترة طويلة من فترات الزمن وحتى الآن. فيعني لو احنا ان شاء الله يعني هنستخدم القوى الناعمه، سواء كان من خلال الكنيسه ودورها او من خلال الازهر ودوره في تغيير الافكار خاصه سواء الافكار المتطرفه اللي بيعتنقها بعض الافراد في الدول الافريقيه. الحقيقه ده جهد جبار جدا، الى جانب ان احنا برضه لازم نشتغل على الارض، نشتغل على الارض من خلال محاربه مثل هذه العصابات ومثل هذه الافكار ومثل هذه القوى من خلال السلاح ايضا. عايز اقول لحضرتك ان 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 احنا تجارتنا مع افريقيا ضعيفه جدا. 6.2 مليار دولار سنويا. ضعيفه جدا. احنا قليله جدا. يعني انت عارف بيمثلوا حوالي 5%، احنا 4 مليار منهم صادرات و2 مليار واردات. ال 4 مليار صادرات دول بيمثلوا 5% من اجمالي صادرات مصر للعالم. لما تبقى افريقيا اكبر سوق في العالم، انت بتصدر لها 5% بس من حجم صادراتك، فده ده ده دي نسبه قليله قوي. 2 مليار ده نسبه يعني 6 مليار 4 مليار صادرات 2 مليار واردات، ده نسبه قليله جدا. افريقيا يعني هي انت عارف في اكتر من 400 شركه عابره للقارات الصينيه شغاله في افريقيا. أكثر من 400 شركة صينية عابرة للقارات شغالة في أفريقيا. عندك الـ فرنسا شغالة كويس جدا في شركات فرنسية كبيرة، وفي شركات أمريكية كبيرة موجودة. إحنا فين؟ مصر في أفريقيا. إحنا لا زلنا محدودين. أعتقد إن رئاستنا الاتحاد الأفريقي هتفرق.
هتفرق وستثمر ان شاء الله عن شراكه حقيقيه. انت عندك الكوميسا، مجموعه الكوميسا، عندك مجموعه القرن الافريقي، عندك مجموعه الجنوب افريقي، يعني عندك انت عندك مجموعه حيد النيل، انت بتربطك بيهم علاقات واتفاقيات. الحقيقه يعني انت تقدر من خلال رئاسه الاتحاد الافريقي تضخ استثمارات، تجذب استثمارات، تحول يعني افريقيا من دوله يعني مظلمه ودوله فقيره الى دوله حتى تقدر يعني تعمل اكتفاء ذاتي. يعني احنا عندنا خبرات كتير في الزراعه كويس قوي، في اراضي كتير جدا في افريقيا محتاجه الخبرات المصريه، في عندهم ميه لكن ما عندهمش خبرات، ما عندهمش الالات، ما عندهمش العنصر البشري. طب ما احنا ممكن عندهم اراضي كتيره قوي جدا، يعني السودان مثلا على سبيل المثال سله الغذاء في الوطن العربي في العالم، بالرغم من كده السودان بتعاني من متاعه. ليه؟ ما عندهمش الخبره في الزراعه، ما عندهمش الادوات والالات الحديثه والاساليب الحديثه في الري والاساليب الحديثه في الزراعه واستنباط تقوي جديده والكلام ده. يعني احنا ان شاء الله يعني على قدهم شويه. ما احنا عايزين يعني ليه ما نستفيدش من السودان ونزرع فيها احنا كمصر او دول العربيه عندها فلوس تستثمر تزرع هذه المساحات من الاراضي. واعتقد ان السودان هيحقق اكتفائه الذاتي من السلع ومن المنتجات، واحنا كمان نحقق اكتفاء الذاتي. هم بيصدروا لنا اللحوم زي سوريا بتصدر لنا البقر والجاموس، والسودان بيصدر لنا برضه البقر والجاموس، بس اعتقد ان ده مش كفايه. هم بيصدروا لنا الزيوت العطريه برضه، ويعني ده برضه مش كفايه. يعني احنا يعني عايزين نزرع السودان قمح، عايزين نزرع السودان ذره، عايزين نزرع السودان فول صويا، عايزين نزرع السودان الاساسيه، حاجات اساسيه، السلع الاستراتيجيه اللي احنا بنستوردها من روسيا، بنستوردها من امريكا، بنستوردها من كندا. لا احنا عايزين نبقى نعمل تكامل عربي افريقي، تكامل مصري افريقي. الحقيقه ده في دول عربيه عندها فلوس كتير جدا، استثمارات كتير جدا، عندها فلوس كتير جدا. طب ليه المستثمرين العرب ما يستثمروش في السودان واثيوبيا؟ والله ما هو ده ما انا بقول لحضرتك بقى. اعتقد ان مصر يعني ممكن خلال رئاستها الاتحاد الافريقي تكون همزه الوصل، همزه الوصل بين الدول الخليج الغنيه اللي عندها اقتصاد نفط كبير وعندها فلوس كتير، بدول افريقيا الفقيره زي السودان، زي الصومال، زي اريتريا، اثيوبيا، زي بدل ما اسرائيل رايحه تعمل مشروعات في اثيوبيا. يعني مش اسرائيل بس، عندك اسرائيل وعندك الصين وعندك ايطاليا، عندك دول كتير جدا بتستثمر في اثيوبيا. يعني بالاغلب المستثمرين العرب. طب احنا فين المستثمرين العرب بتوعنا الحقيقه اللي هم عندهم فلوس؟ احنا مصر بدات تتحرك الحقيقه في الايام الاخيره دي. احنا بنعمل قوافل طبيه، بنعمل قوافل دعويه، بنعمل ارساليات، بنعمل الحقيقه يعني كانت وزاره الصحه، وزاره الاستثمار صحيح مصر في تشاد اعتقد او في دوله افريقيه من يومين بالظبط. كانت في تشاد الحقيقه، رئيس ديبي. ويعني احنا عايزين يعني نطلع من مؤتمر اسوان ده هي باكثر من 100 سفير افريقي لمصر. يعني اعتقد ان المشاركين في المؤتمر ده لما ينزلوا ويتفسحوا ويلفوا ويشوفوا مصر ونعرض خلال المؤتمر لنهضتنا وتقدمنا وتطورنا، الحقيقه هم هيكونوا خير ممثلين، خير سفراء لينا. حتى يعني الناس الاعلام بتاعنا ما بوصلش لافريقيا الحقيقه. احنا في حاجه الى كان في زمان حاجه اسمها اذاعه موجهه، احنا ما عندناش اذاعه موجهه. احنا عايزين نعمل قناه موجهه لافريقيا، فضائيه يعني، فضائيه مصريه موجهه لافريقيا. وايه المانع؟ بنفس اللغات السواحيلي والفرنسيه والامهري بالظبط. ليه ما يبقاش عندنا تلفزيون قناه موجهه لافريقيا؟ على الاقل عشان ننقل وجهه النظر الصح بالظبط، بدل ما كانوا الصوره يعني بدل ما الصوره تبقى مشوهه وناقصه، احنا بالظبط وتبقى هي يعني وسيله ايضا للتواصل مع هذه الدول. الحقيقه ننقل لهم خبراتنا، ننقل لهم تجاربنا. واعتقد ان افريقيا على استعداد انها تفتح صدرها لمصر تاني مره اخرى بعد ما شافت ان احنا بنمد يد العون بجد، بنساعدهم، بنبعت لهم اطباء، بنبني لهم مدارس، بنساهم في نهضتهم وتطويرهم، بنعمل لهم كباري الحقيقه، بنعمل لهم طرق، وبنعمل لهم حاجات الحقيقه يعني حاجه فيها علم مصر ما بتبخلش بيها بالظبط.
بالضبط. احنا يعني اعتقد ان احنا يجب ان يعني ننطلق الى الحضن الافريقي بقوة في الايام الجاية لنفيد ايضا الاشقاء الافارقة ونفيد نفسنا. يعني احنا هنفيد وهنستفيد الحقيقة، هنفيدهم بتجاربنا من الناحيتين. بالضبط. دول كتير بتعمل كده، الصين بتعمل كده، فرنسا بتعمل كده، ايطاليا بتعمل كده، امريكا بتعمل كده، واسرائيل المتوغلة في القارة السمراء الحقيقة بقوة الحقيقة. فاحنا ليه ما ننافس الدول دي ويبقى لنا وجودنا، يبقى لنا بصمتنا، واحنا اولى، ومصر يعني زي ما اقولوا دولة افريقية، ومصر دولة عربية، واحنا يعني زي ما اقولوا يبقى زيتنا في دقيقنا. صحيح. اه طيب سيادتك، شفت تجميد عضوية مصر في 2013 وبعدين الرئيس السيسي قام بجولات الحقيقة غير عادية تكاد تكون مكوكية لترسيخ العلاقات مع القارة، ساهمت في تعزيز الحضور المصري في أفريقيا، شفت الكلام ده ازاي سيادتك؟ هو احنا ما بحضرك من يوم رئيس السيسي ما تولى الحكم عدنا بقوة الى الحضن الأفريقي. شوف من فترة 6 سنوات من 13 يعني راح اثيوبيا كم مرة؟ راح اثيوبيا وراح السودان وراح دول كتير الحقيقة. يعني انت عارف في قضايا لا تحل بالاتصالات الهاتفية. لا طبعا. في قضايا شائكة. هي قضية سد النهضة دي مثلا. سد النهضة كان في اجتماعات كتير على المستوى الوزاري وعلى مستوى الخبراء. والحقيقة يعني الحل السحري المعجزة لقضية صد النهضة لم يحدث إلا بزيارات الرئيس السيسي وإلا وبزيارات رئيس وزراء أبي أحمد لما جه هنا الحقيقة، وشفنا على أرض الواقع الراجل بيتكلم إزاي، بيحب مصر إزاي، قال إحنا لن نضر مصر أبدا ولن نبخس حقها المشروع في مياه النيل ثابت 54 مليار متر مكعب ثابتين، احنا لو حتى هنملى الخزان هنملاه في سنوات الفيضان مش في سنوات الجفاف. هذه الافكار ما جاتش وليدة اللحظة دي، نتيجة مناقشات ونتيجة جلسات على مستوى القمة. يعني طبعا كل الكلام ده كان مواصل لحظة بلحظة. طبعا حنك الرئيس ان يقول لهم انتوا من حقكم تعيشوا حياتكم وتعملوا كهرباء. احنا دلوقتي بدأنا ان شاء الله خلال يعني على نهاية العام ده هيبقى عندنا ربط كهربائي مع السودان وإريتريا واثيوبيا وهيبقى ودول حوض النيل هنوديهم كهرباء. اعتقد ان دي خطوة جبارة الحقيقة، خطوة مهمة جدا. الدول دي محتاجة كهرباء، ما عندهاش كهرباء. هي اثيوبيا بتبني سد ليه عشان تولد كهرباء؟ السودان بتعمل سدود ليه على القناة؟ في حتة ما وصلتهاش الكهرباء في الجنوب في السودان كتير. واحنا يعني اعتقد احنا عندنا الوقت وفرة في الكهرباء. بدأنا نصدر كهرباء من شهرين فاتوا، 3 شهور فاتوا بالظبط. فيعني اعتقد ان القادم ان شاء الله احنا كمان عندنا بدأنا حقول الطاقة الشمسية، بدأنا نزرع حقول الطاقة الشمسية، فده كمان هيعمل فائض كبير جدا في الكهرباء اللي عندنا. ده هيفرق طبعا اكيد، كهرباء رخيصة وفائض كبير جدا. احنا هنغذي بيه دول افريقيا، دول العمق المصري، دول الجوار الافريقي الحقيقة. فيعني ما كانش في قضايا ما كانتش هتتحل الا بزيارات لست رئيس فتح السيسي الحقيقة، كما حدث في قضية صد النهضة الحقيقة. رئاسيتنا التحدي الافريقي مش يعني هنبقى قريبين جدا من دوائر صنع القرار في افريقيا، هيبقى التواصل 24 ساعة مستمر مع القادة ومع الزعماء. اي مشكلة هتظهر او هتعم الحقيقة يعني هتجد حل لحظي وفوري في حال يعني اعتقد ان احنا ان شاء الله سيكون لنا دور كبير جدا وفاعل خلال رئاستنا للاتحاد الافريقي. هنحل جزء كبير جدا من مشاكل القارة، بالذات المشاكل التنموية والمشاكل الخاصة بالأمن والاستقرار والسلام هي. واحنا بدأنا هذه الخطوات من شهور الحقيقة فاتت وشهور مضت من خلال جولات وزيارات قام بها مسؤولين مصريين لبعض الدول الإفريقية. الحقيقة يعني أنا شايف إن شاء الله المستقبل مبشر، وإن ريادتنا عادت وزعمتنا للقارة الإفريقية عادت
مع عودة ومع تولي الرئيس الفتاح السيسي للحكم الحقيقة. وإن شاء الله نأمل إن احنا نكون إن شاء الله يعني وش خير على إفريقيا في خلال رئاستنا للاتحاد الإفريقي. بس أنا بحس إن الوضع الطبيعي هو رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي. طبعا هي مصر قوة كبيرة لا يستهان بيها. مصر موقع استراتيجي. مصر أم الدول. إزاي كنا مهمشين يعني؟ مصر ده السؤال. مصر أم الدول. هنا يا حضرتك هو من حادثة محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك في أديس أبابا. وإحنا دينا ظهرنا لأفريقيا الحقيقة. يعني إحنا يعني إيه؟ إحنا بوابة أفريقيا. ما احنا ما هو يعني هي الموضوع ما كانش بالشكل اللي حضرتك شايفه. احنا راجل تعرض لمحاوله اغتيال فادى ظهره لافريقيا كلها, مش لسوريا بس ولا لاديس ابابا, لا هو ادى ظهره لافريقيا كلها وسيبنا واتجهنا اتجاهات اخرى لمحافل اخرى الحقيقه. لكن احنا ده عمقنا, عمق مصر. امتداد طبيعي. امتداد طبيعي. وزمان كان مصر ايام ما كانت مملكه وايام مصر الفرعونيه والسودان. مصر والسودان كانوا دوله واحده ايام. كمان ارجع ورا بالتاريخ شويه تلاقينا احنا كنا وصلنا لحد بونت, لحد بلاد بونت. كانت مصر حدود مصر لحد حدود جنوب اثيوبيا. وكانت يعني كلها تبع مصر الفرعونيه, مصر القديمه. فاحنا يعني ده, وانت حضرتك عارف ان الشعب الاثيوبي نص الشعب الاثيوبي 55% من الشعب الاثيوبي اصوله مصريه من اسوان. يعني قبائل اللي عندهم الامهريه والدول اكبر عندهم يعني اكبر قبائل اسوان والنوبه اسوان والنوبه ده اصولهم جذورهم اسوان والنوبه. فانت ليه تقطع شريانك؟ ليه تقطع صله دمك, صله القربه ليه مع الناس؟ يعني كمان انت شوف حضرتك ان الكنيسه بتاعتنا ان الـ في اثيوبيا امتداد الكنيسه المصريه بالظبط. فانت حته واحده يعني ايه, جسد واحد يعني وروح واحد. فليه تقطع صله الرحم بينك وبين اهلك؟ لا ده طبعا. وبعدين هم اولى, يعني هم اولى خبراتنا, اولى بمساعدتنا. صحيح. واحنا يعني بنشرب ميه واحده, ميه النيل. والنيل جاي من عندهم والنيل بيصب عندنا. فاحنا يعني شعب واحد شرب من حوض واحد ومن نهر واحد. واحنا وهم اولى بالتنميه, هم اولى بالنهضه, هم اولى بالمساعدات, هم اولى بالخبرات. هم يعني هم امتدادنا واحنا امتدادهم الحقيقه. واعتقد ان مصر ان شاء الله سيكون لها دور فاعل, ومش كلام يعني بجد دور فاعل ودور مهم جدا ومحوري في عودة الاستقرار الى بعض الدول الافريقية المضطربة, وفي يعني مكافحة الفقر والجوع وفي بعض الدول الاخرى الحقيقة, وفي يعني اقامة بنية تحتية قوية وممتازة في بعض الدول التي تعاني من انهيار في المرافق الخدمية عندها. اعتقد ان احنا يعني اذا اجدنا واحسننا دورنا في افريقيا, اعتقد ان انت هتبقى جوه القلب وجوه العين في افريقيا. طيب هل تتوقع سيادتك ان العالم بيهتم بافريقيا؟ يعني طبعا على غرار رئاسة مصر الاتحاد الافريقي, هيكون يعني في رأي سيادتك اهتمام موسمي بعد نهاية عام 2019, ولا هيستمر هذا الاهتمام بداية انطلاق الاهتمام تاني؟ اهتمام مصر ولا اهتمام العالم؟ اهتمام العالم بأفريقيا؟ بأفريقيا. لا ما بشوف حضرتك يعني العالم مهتم اهتمام الإعلام المصري كمان على وجه الخصوص والصحافة المصرية. ما احنا مش عايزين ده ينقطع. احنا عايزين الاهتمام يتواصل, سواء كان من خلال رئاستنا للاتحاد الافريقي او عدم رئاستنا للاتحاد الافريقي, يبقى فيه اهتمام. واعتقد ان دي فتره رئاستنا للاتحاد الافريقي دي يعني فتره بناء, قاعده هنبني عليها. احنا بدانا نبني, بس البناء بدا يكبر الحقيقه من خلال رئاستنا للاتحاد الافريقي. هتشوف ان شاء الله يعني اهتمام غير عادي وغير مسبوق من مصر للدول الافريقيه. واعتقد ان ده يعني واعتقد يعني اتمنى ان مقترح انشاء فضائيه مصريه موجهه الى الشعوب الافريقيه يكون يعني يؤخذ في الحسبان بعين الاعتبار لدى القياده السياسيه. الحقيقه ده هيكون يعني بمثابه يعني مش قوه ناعمه ولا قوه مؤثره, ده بمثابه شريان زي نهر النيل كده. طبعا اكيد يعني احنا بنتواصل مع الشعوب الافريقيه صوت وصوره,
بنقول لهم احنا فين وعندنا ايه وانتوا طب وننقل من عندهم برضو بالظبط هم عندهم ايه مشاكلهم ايه طب نقدر نصل لحلول اعلام متبادل اعلام متبادل بالظبط بالظبط كده. فان شاء الله يعني لن ينقطع الاهتمام ان شاء الله في ظل قياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسه الاتحاد الافريقي او في ظل يعني تولي اي دوله اخرى للاتحاد سيكون الاهتمام المصري على قدم المساواة إن شاء الله وسنعود إلى ريادتنا وزعامتنا للقارة الإفريقية إن شاء الله. سعيد بي سعدت بلقائك وفي نهاية الفقرة بشكر الكاتب الصحفي أستاذ سعيد زنهم رئيس تحرير جريدة الأمة. سعيد بي شرفنا ونورتي فندم. ربنا يخليك فندم شكرا. أعزائي المشاهدين بعد الفاصل هيكون معانا الأستاذ طارق صلاح سليمان أمين مؤسس مبادرة أطفال مصر بخير وهيكون معنا الطفلة منة طلّا كمال أحد الأطفال المشاركين في المبادرة والطفلة كمان رنين إيهاب أحد الأطفال المشاركين في المبادرة. فاصل قصير نتواصل بعد الفاصل.